هذه المناظرة اللي كانت كي ينظمها يعني الهيئة اللي كانت تنظمها الهيئة المهندسين التجمعيين حول دور المهندس في الأوراق والمشاريع التنموية ديال بلادنا هو واحد الفضاء مهم جدا يعني التعريف بدور المهندس في الاقتصاد الوطني وفي تنزيل الأوراق وفي النجاح ديالها. فالمهندس عنده تخصصات يعني عدة اللي كي من تصور ديال المشاريع التصميم ديالها والتنزيل ديالها وكذلك تتبع ديالها فيما يخص يعني الصيانة وهذا. فدور محوري فيما يخص يعني المشاريع التنموية في كل المجالات وخصوصا في هذه المجالات القروية. فإذا المهندس يعني خاص يكون عنده تخصصات زيادة على التخصص التقني دياله وتطبيق ما هو نظري وتطبيق يعني المعرفة وتطبيق المعلومات يعني العلمية في أرض الواقع. فهو خاص يكون عنده واحد الجانب الالتزام الاجتماعي وكذلك الالتزام يعني الاقتصادي والبعد السياسي لأن المشاريع خصها أولويات خصها كذلك تتبع وخصها التأثير ديالها على التنمية المحلية. فهذو